وانا لسه كنت باكد ان برنامج الاصلاح الاقتصادي والاصلاح الاجتماعي هينجح لما يكون في مشاركه كبيره بين جميع فئات المجتمع. لذلك انا جيت اكد ان احنا كحكومه حريصين ان احنا نكون مشاركين مع المجتمع المدني والجمعيات مع القطاع الخاص. القطاع الخاص عليه دور مهم، دور داعم ومساند في منظومه ويعني بالذات توفير فرص عمل، وكمان عليهم مسؤوليه مجتمعيه يعني، ودي حاجة مهمة بحب أكد عليها. وأنا بشجع كل المستثمرين إن هم يقوموا بهذا الدور. الدور ده ممكن بيكون فيه تنمية مهارات الشباب، تدريب مساندة المشاريع المتناهية الصغر، مشاريع صغيرة إزاي إنها تقدر إنها تكبر، بيبقى فيه تدريب أكبر لرواد الأعمال إزاي إن هم تبقى مشاريعهم ناجحة. في طبعا كتير من هذه الشركات برضو لهم دعم في يعني مجالات البيئة، ودي برضو جزئية مهمة في التعليم. فأنا جيت هنا أكد إن إحنا الحكومة حريصة إنها تيسر كل الإجراءات وتعمل كل الإصلاحات اللي هي تقدر تخلي القطاع الخاص يكون له دور أكبر بطريقة منظمة وبطريقة طبعا فيها تنافسية وشفافية أكبر. وأنا أكدت برضو على منظمة العمل الدولية النهاردة على جزئية المؤشرات، ولازم يكون في تحديث لهذه المؤشرات ويعني يكون في شفافية وحوكمة أعلى، بأن هو يبقى كل الإجراءات اللي بتقوم بها الحكومة وكل الإصلاحات وكل القوانين اللي بيصدق عليها البرلمان تبقى فعلا محطوطة في التقارير بتاعتهم، عشان يبقى تحليل وتقييم للمؤشرات عادل لمصر ولجميع الدول.